محمد اوزين، نعطيك سؤال شويه شخصي. مرحبا. علاش ما خليتيش سؤال ما عطيتيش؟ جامي السلطان جا بنت لك البنيوته ديالك ديتيها تصور معاه. وبالك ديك البنيوته هي ماشي مغربيه؟ مغربيه. انا قلت لهم شوف، انا قال لي شي واحد قلت لهم شوف راه ميسي اللي عنده الزهر. الله ودي. طبعا لان بنيتك الله يطول ليها في عمرك. ماشي بنيتي. ما درتيش فيها السياسه القضيه. ماشي بنيتي، شوف ماشي بنيتي. ميسي عنده الزهر، خرج لابلوز وهو في يديه واحد الفتاه مغربيه كتحمل في الدم ديالها العراقه والحضاره والاصاله والارث ديال البلد الكبير. علاش بنت بالضبط السي اوزين؟ علاش بنت بالضبط قلقتي صحاب الريال؟ في اخبارك ما درتيش فيها وزير؟ كيفاش؟ قلقتي الناس ديال الريال، قالوا ها الوزير بنته البارسا، اذا ها بارتي بخون. امال بنت الوزير ماشي مغربيه؟ خصك ترى هذه القضيه اللي كاينه. ما غاتسقطش عليها الحق بلاتي، ما غاتسقطش عليها بنت الشعب وعندها الحق. كتبغي البارسا شكون هي؟ البنيه. بسرعه بسرعه، ولكن بنت الوزير. عندي واحد السؤال بغيت. حيت بنت الوزير كانت. علاش الوزير زعما غادي ديروه انتم تقراوا هذه القراءه؟ علاش هذيك البنت هذيك راه بنت الشعب قبل تكون باره والشعب وكيمثل الشعب وفي خدمه الشعب. ولو ما كانش باها وزير ما غاتكونش حدا ميسي. يعني خص اللي بغى يتصور مع ميسي يكون ولد اوزين. ما عرفتش واش قاعد يتصوروا مع كلهم والديهم وزهراء. وداك النهار بالضبط. كنعرف واحد القضيه. عرفت انا بعدا بلاتي يقول واحد القضيه. هذاك النهار تصوروا مع 10 ولا 20 دري. كلهم تصوروا معاه. والديهم ماشي. بيان سور. بنت الوزير. انا بغيت نستغرب واحد